أكون أو لا أكون؟ ذلك هو السؤال. ده مشهد من مسرحيتي. هبلت. يا قارية يا مثقفة. يستطيع الإنسان أن يتخلص من كل الرزايا والعناء في هذه الدنيا بطعنة واحدة من خنجر في يده. أنت شفت ممثل محترف بيلعب دور هاملت ده؟ هكذا تنتهي الأمور؟ لم يمضي على موته شهران. وإلا فمن ذا الذي يقبل صاغرا سياط الزمان ومهانته؟ جئت لأذكرك ما نسيت. المونولوج ده وغيره كتير من مونولوجات هاملت سال له وما زال يسيل لعاب الممثلين المسرحيين في العالم كله، وأدوا ناس يعتبروا علامات في عالم المسرح زي السير لورانس أوليفيه أو كينيس برانا في بريطانيا، وطبعا الفنان محمد صبحي في مصر، والعبد لله في معهد فنون مسرحية، وأحيانا في الشقة دي، ويا ما حلم بيه يوسف شاهين. طول عمري بحلم بهاملت. كان دور هاملت حرقك طول حياتك، ما سبتوش وانت صغير ليه؟ حتى ولو من أجل أبي. أهو ده اللي يستاهل ياخد دور هاملت. في حين أنه يملك القدرة على أن يحقق الراحة الأبدية. خلاص يا حراس السماء، رفوا بأجنحتكم علي. مأساة هاملت، المسرحية اللي بيعتبرها كتير من نقاد وممثلي ومخرجي ومؤلفي المسرح أعظم مسرحية كتبها شكسبير، والبعض منهم بيعتبرها أعظم عمل مسرحي على الإطلاق. ويليام شكسبير نفسه بيقول: صارت الكتابة صعبة بعد هاملت. المسرحية دي من القرن 16 لحد دلوقتي لسه بتتعمل في مسارح العالم، سواء عن طريق محترفين أو هواة. أي حد بيشتغل مسرح لازم ياخد صك هاملت. ما عدا ما خدتوش. أنت فرحان ليه إنك ما خدتش صك هاملت؟ اطلع ورا. هو انا باخد صك هاملت اهو بالمقال ده بالحلقه دي. وان كان كده ماشي، ده هيتم اعتمادك خلاص. يلا. لو لفيت في اي مدينه في العالم فيها فرقه مسرح، فاحتماليه انهم بيعملوا هاملت او بيجهزوا العرض هاملت تتخطى نسبه 70%. ومن غير ما ادور اكاد اجزم ان على الاقل في 3 4 عروض لهاملت بيتعملوا في مصر دلوقتي. وانت في الغالب لو مالكش اي علاقه بالمسرح فاكيد سمعت اكون او لا اكون قبل كده. طب اشمعنى هاملت؟ مفيش هاديه وناديه وعايده؟ ايه الميزه في هاملت بالتحديد يعني؟ مين بقى هاملت ده وايه حكايته؟ هاملت هو امير الدنمارك بيرجع وطنه لما بيعرف ان والده توفى، عشان يتصدم ويلاقي ان والدته بتتجوز من عمه اللي بيتولى الملك مكان ابوه، بما انه بيتجوز الملكه، ودي جوازه كانت محرمه في التوقيت ده، بمعنى انه دينيا ما ينفعش الاخ يتجوز ارمله اخوه، والتصرف ده بيخليه يقرف منهم هما الاثنين، امه وعمه. عمه اللي كان بيدلله ويعامله معامله ولي العهد، لحد ما بشكل ما وفي توقيت خاص جدا بيقابل شبح والده الملك. الشبح ده بيقول له ان عمه هو اللي قتله عشان يحكم مكانه ويتجوز مراته. وهنا بتبدا الحيره في قلب هاملت، هو ده ابوه فعلا ولا بيتهيأ له ولا ده الشيطان؟ طب عمه بيعامله كويس، يقتل عمه؟ طب يقتل امه؟ طب ايه؟ العب بليه. اوكي، لو انت مكان هاملت تعمل ايه؟ لا لا بجد بسال مش بقلش، لو انت مكان هاملت تعمل ايه؟ ايه ايه؟ ايوه برافو عليك، بالظبط كده، هو ده اللي هاملت عمله بالظبط. هاملت بيجيب فرقه مسرح ويخليهم يعرضوا مشهد قتل العم للاب بنفس تفاصيله زي ما الشبح حكاها قدام عمه الملك، ويقعد يراقب انفعالات الملك لما يشوف الجريمه اللي المفروض انه عملها في السر بتتجسد على الملأ قدام عينيه. وهنا رياكشنات العم بتفضحه، وبيتاكد هاملت انه بالفعل العم قتل ابوه، وده بيدخله تاني في دوامه كبيره من الحيره والشك. وهو ده بالظبط سر تميز شخصيه هاملت. وما اسفلها وما أقدمها وما أقلها جدوى. هل أقتله حقا؟ لقد قتل أبي غيلة على حين غفلة. حلو، الأول خلينا نتكلم بشكل مبسط عن طريقة كتابة ويليام شكسبير، اللي الجيل الجديد لما بيفتح نصوصه بتخض من طولها الشديد، وتحديدا نص هاملت. لما الشاب بيفتحه بيلاقيه مليان راغي وبيخش في مود ما تأثر يا معلم ونجيب من الآخر. ويليام شكسبير بيكتب بطريقة المناجاة من العقل الباطن، بيخرج الكلام اللي الشخصية ما بتقولوش أو بتقوله بس بينها وبين نفسها، ويخليها تقوله من جوه لبره بشكل علني في شكل مونولوج اللي هو خطاب مطول. طيب لو حاولنا نشرحها بمثل بسيط، انت مثلا ممكن تكون في وقت ما مكتئب متضايق مش عايز تخرج للناس، لو جبنا مشهد واقعي لشخص بيحاول يسألك في الظرف ده مالك، ردك مش هيخرج عن مفيش، كويس ما تشغلش بالك انا شوية وهروح، الى اخر كل هذه الردود، وانت اصلا من جواك في شلال افكار وصراعات خزان احزان. اهو بقى لو حولنا المشهد ده لمشهد شكسبيري مش هنكتفي بالمحادثة البسيطة دي، لا
هتطلع كل اللي جواك وعايز تقوله لبره. اللي جواك ده احنا بنسميه بلغة المسرح مناجاة داخلية. يا للأرض، بئست الذكرى إذا تذكرت لشد ما تعلقت به، وهذا ما انتهى إليه وفاؤها في شهر. فالأدع التفكير في ذلك، لأدع التفكير في ذلك. ويليام شكسبير بيعبر عن ده بلغة شعرية فيها كتير من الصور والتشبيهات البلاغية، وأحيانا بيكون فيه سجع وموسيقى. حلاوة اللغة وقدرتها على وصف أدق المشاعر البشرية أهم عوامل قوة كتابات ويليام شكسبير. حلاوة اللغة، حلاوة شمسي هنا دي تعتبر عوامل مهمة من عوامل قوة حتى في الكوميديا. كان بارع جدا في اللي احنا بنسميه دلوقتي القلش، والقلش هي الكوميديا اللي اصلا قايمة على التلاعب بالالفاظ، ودي سمة عامة في اسلوب شكسبير مش مقتصرة على هاملت تحديدا. وكان بيقول له هما الموضوع، فبيقول له موضوع في اي مكان. هنا دي واضحة جدا فيها الحتة دي. قبل هاملت كان في سمة من البطولة والثبات في شخصيات المسرح. يحصل حدث شرير، اقوم مطلع السيف وقطع رقبة الشرير. حد قتل ابويا زي هاملت، اقوم قتله واخد مكانه على العرش. انما هاملت اول شخصية تسلك سلوك الانسان المعاصر ويقع في معضلته، ألا وهي الشك والتردد. أزمة الإنسان المعاصر هي التردد. أسافر ولا أقعد؟ طب لما أقعد؟ أتجوز ولا أحضر ماجستير؟ طب لو سافرت؟ أسافر أوروبا ولا الخليج؟ هل هبة بتحبني عشان شكلي ولا عشان شخصي؟ وهي بتحبني أنا أصلاً ولا بتحب والد ابن خالتي؟ الحقيقة إن هاملت في إعادة إنتاج لتيمات شهيرة من التراث، أشهرها مثلاً علاقة قابيل بهابيل اللي واضحة في علاقة عم هاملت بأبو هاملت، وعقدة أوديب في العلاقة بين هاملت وأمه، وكمان في تماس قوي جداً مع شخصية أوريست اللي كتبها سوفوكليس في مسرحية إلكترا، اللي كتبها الكاتب الإغريقي الشهير، اللي كتبها الشاعر الإغريقي الكبير اللي كتبها الكاتب الإغريقي المشهور سوفوكليس. هاملت نفسه لما اتكتب بقى خامة ملهمة طلع منها شخصيات وأدوار كتير. يعني مثلا فيلم لايون كينج اللي احنا تربينا عليه هو عبارة عن إعادة إنتاج لهاملت، وفي السينما المصرية قدم فنانين كتير إعادة صياغة لمعالجة هاملت في أفلام كلاسيكية، يمكن أشهرهم كان نور الشريف. ده غير انه طبعا في فيلم الليمبي بنشوف أبوه بيتجلى له ويديله تعليمات الأمن والسلامة عشان يعرف يتعامل ازاي مع عربية الكبد. في معالجة بارودي واضحة جدا من هاملت، كمان في فيلم الناظر، وعلاقة سيد ضاهي اللي عمله حسن حسني بالأب اللي هو عاشور، ومحاولته للسيطرة على مدرسة اللي هي المملكة، وفي محاولات غيرها كتير. سؤال الحلقة، ايه هي مسرحيتك المفضلة من مسرحيات ويليام شكسبير اللي تحب نتكلم عنها في الحلقات اللي جاية؟ سيبونا الإجابة في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب واشتراك في القناة. عايش عشان أول مرة أقول الكلام ده. يلا. ما أثقل جميع مصطلحات هذا العالم، وما أسفلها وما أقدمها وما أقلها جدوى. إلى هذا الحد وصلت الأمور، حتى النسيم العليل لو مس وجهها بقوة راعه ألمه. تزوجت ولم ينقض الشهر، ولم تنصل حمرة جفونها من ملح دموعها. في شهر قصير قبل أن يعتق الحذاء الذي مشت به وراء الجنازة باكية، وأي بكاء غزير. ولكن حتى موضوع تردد هاملت كثر فيه النقاش واختلف فيه النقاد. فهنلاقي الناقد محمد منظور بيقول: لقد قيل إن هاملت متردد، ولكنا نتساءل عن معنى ذلك التردد، وقد استمعنا إلى أقواله فلم نجده وهو اللبق النافذ البصيرة يحاول أن يقنع نفسه بالعدول عما كلفه به شبح أبيه من انتقام. وإذا كان هذا شأنه فكيف لنا أن نسميه إذن بالتردد؟ إن عزمه لثابت منعقد، وإنه لوفي مخلص لما يريد، ولكنه للمرور من العزم إلى التنفيذ ومن الإخلاص إلى العمل لابد من عبور هوة سحيقة تتطلب قوة لا نحسب أنها تعوز هاملت، ولكنه مغلول الأيدي بقوة أخرى لو أنها أتته من الخارج لحطمها شظايا. ولكن كيف السبيل إلى الخلاص وقيوده من نفسه؟
ولقد تتعقد الأمور فيتوقف هاملت عن إنفاذ عزمه، لا لوحي من ضميره ولا لحرص على الحق والعدل، بل لإحساس ديني عميق، إحساس الذي يعلم أن العبد أقرب ما يكون إلى ربه وقت الصلاة. ولقد رأى هاملت قاتل أبيه منفردا في الصلاة، وكانت فرصة سانحة للإجهاز عليه، ولكنه لم يفعل، وهاك حججه. Kills my father, and for that I, his sole son, to this same villain sent to heaven. جنيتي ذنبا يدنس الطهارة ويخضب بالحياء وجه العفة. Look you now what follows. Here is your husband. The proud man's consummately the pangs of disprized love. Believe none of us. Go thy ways to a nunnery, and quickly too. Now get you to my lady's chamber and tell her, let her paint an inch thick. وفي الحق إنها لحجج غريبة معقدة، فيها رقة الإيمان وفيها قسوة الرغبة في انتقام مر، وكان هذا إحجاما آخر عن تنفيذ ما اعتزم. كل هؤلاء مشاعر نفسية تعوق هاملت عن العمل، وفي بصيرته من الوضوح ما ينير جوانب نفسه، ولكنه ضوء يكاد يغشي الأبصار، هو ضوء الهذيان، ضوء نفس قد تفتحت أمامها أبواب العالم الآخر فرأت أشباحه، فاستحالت حياتها حلما مستمرا لا يراه أحد غيرها. هذه مأساة هاملت، ولكم كثرت من حوله الأقاويل، فمن قائل إنها مأساة جنون، ومن قائل إن هي إلا شهوة انتقام، ولكم اتهمه قوم بالعجز والتردد. وفي الحق إنهم لمخطئون، ليست مأساة هاملت شيئا من كل هذا، وإنما هي مأساة رجال الفكر، أولئك الذين اتسعت عقولهم لكل شيء، فنفذت بصائرهم إلى حقائق الحياة، وتشعبت بهم أوجه الرأي، فتحطمت بين أيديهم حياتهم التي اتخذوها موضعاً للدرس والتحليل. ألا ترى إلى بسطاء الناس كيف لا يرون من الأشياء إلا جانباً واحداً، فيسرعون إلى تنفيذ ما اعتزموا، بينما تلمح العقول الكبيرة في كل أمر ألف جانب وجانب، فما تزال أحياناً حائرة مترددة، حتى تقف في مكانها إلا أن يكون قضاء محتوم. انظري، انظري يا سماء، هذا الوجه المطفهر الذي تبدينه، كان ساعة ساعة ونشوف، إن السماء مريضة من التفكير في ذلك الدم. حدثني في هذين الرسمين وقابلي مليا بينهما، نهضر رسمين لأخوين شكلهم، مجموعة خصال وشمائل من عيد الأرباب. اجتمعت كي ترسم للدنيا حقا صورة رجل امثل، هذا كان قرينك، بل تتحول عينك هذا الى الاخر، زوجتي في هذه اللحظة سنبلة رأياها العقل فنقلت عدواها لأخي نيابة عن بصحة، هذا الصعلوك يشبه بذاك الملك، هذا البشر يشبه بذاك الجميل، أليك عينان؟ لو كان البصر بلا سمع والسمع بلا لبس واللبس بلا شم، بل لم يكن لنفسك إلا أنت.